التي تحملتها على عاتقكم، ألم توالون بمعاناة المعاق؟ المعاق لا زال محقور ودمه مهدور. المعاق المغربي، لكي أخبر الرأي العام الوطني والدولي، لا يستفيدون من مجانية التعليم ولا من مجانية الصحة ولا من استفادة من الولوديات التي تضل الحكومة المغربية والحكومة السابقة والحكومة قبلها يتبجحون بها بالخطر وهم لا يستفيدون منها أي شيء. أين هي الولوديات؟ أين هي مجانية التعليم؟ أين هي أولوية الشخص المعاق في المرافق العامة؟ أين هي بطاقة المعاق التي صرفت عليها أموال كثيرة من عهد حكومة عبد الرحمن المسي إلى حد الآن؟ عيب وعار. المعاق المغربي يشعر بالفقر والاستهتار في بلاده. لدي عدة أسئلة أن أطرحها عليكم أيها المسؤولون، أيها الإعلاميون، أيها المواطنون. هل المعاق مغربي؟ نعم مغربي، ونفتخر بمغربيتنا ونحمل بطاقة وطنية. وهناك بعض المعاقين يصوتون، بل أغلبية المعاقون يصوتون على هذا المسؤول الذين نقف أمام مؤسساتهم. بالله عليكم، بالله عليكم، سوف تحاسبون أمام الله على هذه الجريحة. بالله عليكم، انظروا إلى هذه المعاقين الذين يقفون أمام هذه المؤسسة التي تحمل شعار نحن نمثل الأمة